السلام عليكم إخواني أصدقائي في الله على قناتكم الجديدة قناة تكنومان. طبعا أصدقائي يعني جئناكم بهذه القناة الجديدة ليقدم لكم فيها يعني الدورات الربحية والمجالات المختصة في الربح أصدقائي والتقنية بشكل عام. أصدقائي اليوم هو أول يعني موضوع لنا أو أول فيديو لنا أو أول شرح لنا في هذه القناة، فنتمنى دعمكم الشامل والكامل لنا أصدقائي بالاشتراك في القناة لتحفيزنا وعمل لايك 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 يعني تحفيزا لنا أصدقائي. طبعا ففي هذه الحلقة إن شاء الله يعني جئتكم بموقع جديد، حيث أن يعني كما نعرف أن العديد من المواقع التي تعرفونها في الربح من رفع الملفات مثل موقع يعني أب فوريفر، فايل أبلود، جولف أبلود، يعني كلها مواقع جميلة، لكن إخواني المشكلة فيها أنها تدفع لك لكل 1000 تحميلة. يعني مثلا تعطيك $6 لكل 1000 تحميلة، $5 لكل 1000 تحميلة، $3 لكل 1000 تحميلة، يعني مشكلة يعني كبيرة جدا، حيث أنكم يعني تتعبون كثيرا لتحصلوا على أرباح قليلة. أما موقع اليوم أصدقائي الذي سأشرحه لكم فهو موقع يعني رائع جدا وأعجبني أنا خصيصا. الأمر الأول الذي أعجبني في الموقع أنه سهل الاستعمال، يعني تقريبا مثل المواقع التي تستعمل يعني كنا نستعملها في الربح من 1000 زيارة مثل أب فوريفر وفايل أبلود والعديد من مواقع رفع الملفات الأخرى. والأمر الثاني أصدقائي أنه يعني يعطيك أكثر، أحيانا يعطيك $8 للتحميلة الواحدة، أحيانا $20 للتحميلة الواحدة، يعني خرافي جدا، تحميلة واحدة تتحصل على $20، يعني غريبة. فكيف تقول لي صديقي كيف أتحصل على $20 من تحميلة واحدة؟ يعني يمكنني تحقيق مبالغ كبيرة إذا أتممت هذا العمل، يعني إذا كنت يعني أتحصل على 1000 تحميلة في المواقع الأخرى وهنا تحميلة واحدة فقط أتحصل على أضعاف، فماذا إن أحدثت 1000 تحميلة؟ طبعا إخواني الأمر ليس بهذه السهولة، يعني سهل لكن هناك بعض يعني الخيارات الاخرى، يعني هما يستغلون طريقه السي بي اي وانت تقوم بالترويج لهم وتحصل على نسبه من الارباح. يعني المهم انك ستربح على كل تحميله يعني 6 7 دولار حتى $20. هذا هو الموقع الذي سنشرحه اليوم، فيعني ادعو كل شخص يعني وكل متابع لي ان يشترك في القناه من فضلكم ويعمل لايك، وهيا ننطلق في شرحنا لليوم. إذا مرحبا بكم أصدقائي على قناتكم قناة تكنومان. كما قلنا لكم أصدقائي كل من يبحث ويهتم بمجال الربح من الإنترنت بكل أنواعه من دورات وحصص ربحية واستراتيجيات جمع رأس مال وكذلك طرق ويعني للربح من يعني مثلا الترافيك أو السي بي أي أو مدونتك أو اليوتيوب أو العديد من الأمور إخواني المتعلقة بالربح ومجال الربح يعني بكل أنواعه ومجالاته وأسراره أصدقائي، فلتشترك بالقناة وتفعل زر الجرس لأنك يعني ستربح معنا إن شاء الله وستهتم كثيرا بمواضيعنا الحصرية. وطبعا لا تنسى عمل لايك 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 تحفيزي لهذا الفيديو وننطلق في درسنا لليوم. درسنا اليوم أصدقائي كما قلنا هو موقع جميل جدا، يعطيك من $1 حتى $20 لكل يعني تحميلة واحدة. فهذا الموقع كما قلت هو مختلف ومميز عن المواقع الأخرى، حيث أن المواقع الأخرى يجب أن تحصل على 1000 تحميلة لتحصل على $3، مثلا هذا تحميلة واحدة فقط قد تعطيك من 1 حتى $20 صديقي على حسب البلد والدولة والعديد من الأمور. كما ترى هنا عندك 3 خطوات للربح من هذا الموقع، الخطوة الأولى أن تنشئ حساب، الخطوة الثانية أن تقوم بتحميل ملفات، والخطوة التالية أن تصبح تربح من هذه الملفات. هذا الموقع يعني قديم وجميل جدا وموثوق أصدقائي، به أكثر من 144 ألف يعني ببلشر، يعني أكثر من 144 ألف عضو في هذا الموقع، أكثر من 15 ألف عضو شركة سي بي أي، أكثر من 30 ألف يعني فتح للمواقع أصدقائي. يعني طرق الربح كثيرة جدا يعني سنتكلم عنها أصدقائي إن شاء الله في هذه الحلقة. هنا كما ترون PayPal Download كما ترى هنا، يعني أول شيء سنتكلم عنه أصدقائي هو طريقة التسجيل في هذا الموقع، سهلة جدا. كل ما عليك فعله صديقي هو أنك تضغط على ريجستر، هنا ستجد رابط مباشر صديقي دون اختصار أو أي شيء أسفل هذا الفيديو، وإن أردت ابحث عنه في جوجل اسمه دولار أبلود، فقط تضغط على ريجستر كما ترى هنا. ثم بعد ذلك أصدقائي ثم بعد ذلك صديقي بعد الضغط على ريجستر تظهر لك هذه الواجهة. الآن ماذا سنفعل في هذه الواجهة؟ سنقوم بمعلوماتنا الشخصية. هنا عندك اسمك الكامل، مثلا أنا أكتب هكذا، ثم هنا أضع العنوان الخاص بي، هنا المدينة، هنا المنطقة، هنا البلد الخاص بك، هنا الزيب كود أو البوستال كود. ما هو الزيب أو البوستال كود؟ الزيب أو البوستال كود يعني كيف تجده؟ فقط تذهب إلى جوجل تكتب زيب كود ثم تكتب اسم مدينتك صديقي، يعني ويعطيك الكود الخاص بك. هنا تضع الايميل الخاص بك،
هنا يعني اسم المستخدم الذي تريد الدخول به، مثلا انا اسم المستخدم الخاص بي استعمله كثيرا هو هذا. هنا تضع كلمة سر خاصة بك صديقي هكذا، يعني ستضع كلمة سر خاصة بنا هكذا. هنا تعيد كتابة كلمة السر الخاصة بك. ثم هنا additional information، how did you hear about dollar upload، كيف سمعت عنه؟ اقول له جوجل سيرش مثلا، جوجل سيرش هكذا. هنا يقول لك what methods will you use to promote dollar upload، مثلا يقول لك كيف ستقوم بالترويج للتحميلات، تقول له مثلا يوتيوب and فيسبوك هكذا، يعني فيسبوك يعني groups هكذا مثلا. هنا يقول لك list website one per line، هذه لا تقوم بوضعها، وهذه يعني لا تقوم بوضعها صديقي، لا تضع أي شيء، تضغط فقط جنسي الروبو هكذا هنا. ثم بعد ذلك صديقي يكون عليك فعلا أنك تضغط هنا I agree، يعني هنا أوافق على شروطكم، ثم تضغط على register صديقي هكذا. الآن بعد وضعك على register سيقول لك أنك thanks for registering with Adora، please check your inbox for email منا contact in order to activate your accounts، يعني يقول لك اذهب إلى حسابك على الجيميل وتفقده، وإن لم تجده في حسابك على الجيميل فقط اذهب إلى السبام الخاص بالجيميل وستجد رسالة تفعيل. سنذهب إلى الجيميل ونعود لكم أصدقائي. كما تشاهدون أصدقائي دخلت على حسابي على الجيميل، الآن سنقوم بالذهاب على السبام الخاص بالجيميل الخاص بنا هنا، يعني تنزل هنا هكذا ثم تذهب إلى سبام هنا وتضغط عليه وننتظر أصدقائي لنرى إن وصلتنا أي رسالة. يعني حتى الآن لا رسالة أعتقد، يعني لا رسالة حتى الآن. نعود الدخول إلى حسابنا الجيميل ونذهب إلى سبام أصدقائي، عندما يعني تصل رسالة سأقول لكم. كما ترون أصدقائي وصلتني الرسالة بعد 10 دقائق، أعتقد يجب عليكم الصبر قليلا أصدقائي لأن الرسالة لن تصل في يعني ثانية واحدة، قد تأخذ حتى 10 دقائق أصدقائي. لا بأس، فقط تذهب إلى دولار أبلود هنا، تقوم بالضغط هكذا ثم يتم تفعيل حسابك صديقي كما ترى. قبل أن نذهب إلى الدخول إلى حسابي أردت فقط أن أريكم هذا الشيء. كما ترى هنا يقول لك ستربح من 20 سنت حتى 20 دولار، أكثر من 20 دولار، depending on what country your users are coming from، يعني الدولة التي تأتي منها الزيارات، على حسب الدولة التي تأتي منها الزيارات يعني أو التحميلات. الآن بعد تفعيلنا للحساب نقوم فقط بالذهاب إلى لوجين، نضع اسم المستخدم كلمة سر ثم نضغط على لوجين كما ترون معي أصدقائي هنا، سيتم دخولنا على حسابنا أوتوماتيكيا كما ترون شاهدوا معي. الآن عندك ها هو حسابك، ها هي الواجهة الرئيسية للحساب كما ترى هنا، يعني يشرح لك تضغط هكذا next يعني next 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 next، نضغط فقط على skip هنا يعني done. كما ترى ها هي واجهة حسابك، يعني كما ترى معي صديقي. عذرا أصدقائي عدت لكم، كما قلت لكم أصدقائي هنا الواجهة الرئيسية لموقعنا لهذا اليوم، كما ترى كل شيء 0 0 0. فإذا نزلنا إلى هنا ترى يعني الإحصائيات، يعني شاهد معي لكي تعرف أن الأرباح دائما كبيرة. فشاهد معي هنا أصدقائي مثلا مثلا مثلا، يعني إذا يعني قبل أن نتكلم في أي شيء نتطرق إلى طريقة الربح من الموقع، ما عليك فعله صديقي أنك تذهب إلى فايلز هنا، فايلز تقوم بالضغط على أبلود فايلز هنا كما ترى upload files. فما ستفعله صديقي أنك تقوم بتحميل أي ملف. الآن سنتطرق إلى طريقة تحميل الملف والعمل به، وفي الحلقة الثانية سنتطرق إلى استراتيجية تحقيق مئات الدولارات من هذا الموقع إن شاء الله. فمثلا أي ملف صديقي، لنقول مثلا صديقي أني أريد تحميل هذا الملف هكذا، فأقوم الآن بإضافة هذا الملف كما ترون هنا، يعني نقوم بالانتظار حتى يحمل نهائيا ثم نعود لكم. كما ترون أصدقائي يقول لي هنا أن ملفك تم تحميله كما تشاهد معي هنا، يعني ملفي تم تحميله، فيعني you are not allowed to upload، يعني هنا كما تشاهد صديقي يقول لك ليس مسموح لك أن تحمل الأمور يعني الغير يعني كما نقول محرمة أصدقائي. فيعني أكبر حد لتحميل ملف هو 200 ميجا، ليس كل يعني يمكنك تحميل حتى 200 ميجا، يعني الحد الأقصى لكل ملف. فبعد تحميلك الملف وانتهائه كل ما عليك فعله صديقي أنك تذهب إلى Manage Files هنا، Manage Files، فبعد ضغطك على Manage Files ستجد ملفك ها هو صديقي، تضغط على Action هنا، يعني ستضغط على كما ترون شاهدوا معي يعني يمكنك التعديل عليه مثلا Make a Mirror هكذا، ثم يعني شاهد معي يعني تختار له اي واجهه يعني من هذه الواجهات. فمثلا انا يعني ميرور دومين، نختار اي دومين ثم نختار له مثلا لا اعلم، انا نقوم باختيار مثلا يعني نحتاج الى ريجولار دنود يعني هكذا، نقوم باختيار مثلا هذه الميرور ثم مثلا نختار هذه اصدقائي هذه الاجمل اخواني، ثم نضغط على سبميت.
بعد اختيارك للميرور صديقي يعني كما ترى يعطيك هذا الرابط. نقوم بالضغط على كوبي كما ترون ثم ندخل عليه لنشاهد عندما يدخل شخص يريد تحميل الملف ماذا يظهر له. فشاهد معي صديقي عندما يريد اي شخص الدخول وتحميل الملف تظهر له هذه الواجهة. ها هو الموقع. بعد ضغطه على داونلود كما ترى ستظهر له هذه الواجهة. يعني يقول له يعني يمكن عليك اكمال اوفر يعني عليك ان تنهي عرضا ما لكي تستطيع تحميل الملف. مثلا يختار اي من هذه العروض. عندما ينهيها الشخص العرض ستحصل انت مثلا على 1 دولار او 2 دولار او 3 دولار او 4 دولار حتى 20 دولار. يعني انا انصحك باستغلال الدول الاجنبيه لان الاسعار تكون من 20 دولار فاكثر صديقي. عندما يختار الى اي من هذه العروض وينهيها سيتم تحميل ملفه وانت تربح صديقي اكثر من 20 دولار ان شاء الله. الان اخواني يعني تطرق الى طريقه العمل بالموقع يعني سنتطرق الى امور اخرى. يعني طريقه العمل شرحتها بشكل عام. يعني هنا statistics نشرح كل شيء. عندك الداشبورد الخاص بي تكلمنا عنه وهو اين تظهر يعني معلوماتك كم ربحت يعني وكذا وكذا. يعني هذه الداشبورد. في الداشبورد عندك يعني الاكاونت يعني حسابك ستجد حسابك في الاكاونت. يعني هنا يمكنك ملء معلوماتك هنا الفون كورنت باسورد ويب سايت اوتو بيمنت. هنا الاوتو بيمنت قم بايقافها. هنا اوتو بيمنت ميثود لا تضعها. هنا عندك ايرنينج ريبورتس يعني كل شهر يمكنك وضع يعني اير ديلي ويكلي مانثلي يمكنك اختيار اي من هذه الامور. هنا تنزل هنا يعني جلوبال ريت فور ان لوك يعني يمكنك اختيار نسبه للربح. هنا لا تضع اي شيء صديقي. يمكنك طبعا اضافه هذه الاوتو بيمنت. اين هي اوتو بيمنت؟ يمكنك وضعها مثلا مانثلي ويكلي مثل ما تحب لكن يجب عليك اصدقائي ان تربحوا حتى يمكنكم السحب في هذا الموقع. هناك تاكس فورم سنريكم اياها يعني سنشرح كل شيء. يعني انت انترناشونال يعني هناك بعض الشروط الان تحتاجها صديقي. هنا statistics يعني statistics هي يعني الاخبار يعني كم ربحت عدد التحميلات من اين جاءت التحميلات كذا كذا. هنا الاوفرز او العروض. هذه العروض اصدقائي يمكنك اختيار الدولة مثلا تريد انت ان تضيف العروض بنفسك. يعني تريد ان تضيف العروض بنفسك صديقي تقول لي ماذا. عندما تذهب الى هنا الى فايلز يعني وتذهب الى يعني تقوم بتحميل ملف تذهب الى مانج فايلز فيمكنك حتى اضافة عروض بنفسك صديقي. يعني كما ترى هنا عدد المشاهدات كما ترى يقول لي 1 تضغط فقط على اكشن ثم هنا يعني تضغط على كاستومايز لوكر يعني هنا تضيف يعني العروض التي تريدها وتختار الدول بنفسك. لكن انصحك بعد ان فعلها اترك العروض اوتوماتيكيه. ايضا ماذا لدينا؟ لدينا هنا اللينكس يعني اللينكس يعني يمكنك اضافه رابط هكذا يعني تضيف رابط عادي لاي موقع صديقي. لكن لا نحتاجها اصدقائي. انت تريد ان تربح يعني بالابلود. هنا جيت اويز يعني يمكنك انشاء جيت اواي. ما هو الجيت اواي؟ مثلا تقول هناك مسابقه لربح كذا ويمكنك حتى ايضا نفس التحميل اصدقائي يمكنك نفس الشيء عمل عليها. مثلا للدخول على الجيت اواي يجب عليك انهاء عرض وانت تربح صديقي. الاوفر وولز هو يمكنك ايضا نفس الشيء. لويالتي بروجرام يعني لويالتي. ما هو اللويالتي بروجرام اصدقائي؟ سنقوم بالدخول عليه. يعني هنا امور ريديم ريديم يديم كذا كذا لا نحتاجه اصدقائي. البرايزز هنا شاهد معي يمكنك تحويل اموالك الى الى بيتكوين ان اردت صديقي. هنا الامر الثاني للربح اصدقائي وهو الريفيرول. يعني ما هو الريفيرول؟ الاحاله والعديد منكم يعرفه اصدقائي. هو انك تاخذ رابط الاحاله الخاص بك تنشره مثلا. انت كم ستربح على كل احاله لنشاهد؟ تاخذ تقوم باخذ هذا الرابط صديقي تنشره عن عند اصدقائك يعني في الجروبات الفيسبوك الربحية أو قناتك على اليوتيوب تقوم بعمل شرح وكل شخص يدخل ويربح أنت ستأخذ نسبة على أرباحه صديقي. والأرباح ستكون كثيرة. لماذا؟ لأن هذا الشخص عندما يربح سيربح على الأقل 10 دولار 15 دولار فأنت ستأخذ 4 3 دولار. يعني أتمنى أنكم فهمتم. الآن نتكلم عن الريفرنس نذهب فقط إلى الريكوست باي أوت. يعني ما هو الريكوست باي أوت؟ هي يعني طلب السحب. الآن عند طلب السحب صديقي مثلا يعني يجب هنا ان يكون يعني على الاقل عندك 50 دولار والتي هي سهل جمعها لانك تربح يعني على الاقل 1 دولار في كل تحميله. يعني 50 دولار ستكون سهله. فقط اختار طريقه السحب التي لدينا وهي الباي بال. تقوم بوضع الايميل الخاص بالباي بال. هنا كاش اوت بريورتي تضعها نورمال لن ياخذوا عليك اي نسبه. هنا يعني اذا كنت تريد ان تقول لهم اي شيء فقله لهم هنا. هنا شاهد معي صديقي يمكنك طلب طرق سحب اخرى طبعا اصدقائي. يعني
لكن يجب أن تقولهم في النوتس. يعني مثلا عندك الباي بال 50 دولار، البيتكوين 50 دولار، يعني عندك البيونير 50 دولار، يمكنك الحصول على كارتات أمازون يعني ب 50 دولار، عندك الجلوبال بانك يعني لكن الجلوبال بانك ترانسفير 50 دولار، عندك الدايركت ديبوزيت ACH 100 دولار، انترناشونال وايل ترانسفير يعني البنك الدولي يعني 500 دولار، وهناك من 1000 دولار فأكثر إذا يعني يمكن يأخذون منك يعني 15 دولار. فيعني أتمنى أنكم فهمتم شرح اليوم أصدقائي، تطرقنا إلى كل شيء. وفي الحلقة القادمة يعني هذه الجزء الأول، في الحلقة القادمة سأقوم بنفسي يعني أريكم استراتيجيات للربح من هذا الموقع، يعني كيف تتحصل على تحميلات، كيف تتحصل على تحميلات، كيف ينهي الأشخاص هذه العروض. فطبعا نحن لن نستهدف الدول العربية لأن نسبة الأرباح ستكون قليلة، سنستهدف الدول الأجنبية. كيف سنستهدف الدول الأجنبية؟ وهذه الأمور كلها سنشرحها في الحلقة القادمة. فلا تنسوا الاشتراك في القناة وعمل لايك لهذا الفيديو لتصلك حلقة القادمة ولتتابعنا إلى الأخير، ونلتقي في حلقة قادمة إن شاء الله.